السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناة سيمو ميلونجي التي تهتم بكل ما هو تقني وكل ما هو معلوماتي. اليوم إن شاء الله سوف أريكم أفضل طريقة لتنظيف الكمبيوتر أو اللابتوب أو يعني أي نظام ويندوز. الطريقة جيدة جدا وسوف تفرغ لكم مساحة كبيرة إن شاء الله في كمبيوتراتكم. الطريقة كالتالي، هي عبارة عن إدخال بعض الكودات في البحث وإن شاء الله تتمكم العملية، وهي كالتالي: نضغط على البحث هنا، ثم نكتب هذا الاسم هكذا ران بهذا هكذا نكتب ران اوكي، ثم ندخل الى هذا الخيار هو كما تلاحظون معي هنا اوكي. تظهر لنا هذه النافذه التي فيها ايضا بحث، ثم نكتب اول كود تومب هكذا كما واضح في الشاشه اوكي، ثم نضغط على اوكي. اوكي انا سوف انسخها لان نسخت الكودات اوكي. سوف تظهر لدينا تنبثق لدينا نافذه فيها العديد من الأشياء التي يجب أن نحذفها، يعني بعض الملفات الغير هامة أوكي؟ أوكي. سوف نقوم بتحديد جميع الملفات أوكي. نقوم بتحديد الكل بهذا الشكل، سوف نحدد جميع الملفات الموجودة في هذا الملف ونعمل حذف. بالنسبة إذا كان هناك أي ملف نظام أو هذا، سوف يطلب منا أن نتجاوزه كي لا نحذفه أوكي. لا تخاف أوكي. عندما يظهر لكم هذه تضغط سكيب أو تجاوز وتتجاوز ويقوم بحذف الملفات الغير هامة أوكي. كان هذا أول كود أوكي. الحذف أوكي. نقوم بتجاوزه أوكي. نغلق هذه النافذة، ثم نذهب ثاني الى البحث ونكتب نفس العبارة التي كتبناها في الاول ران اوكي. سوف نقوم بهذه العملية عدة مرات، نضغط ران اوكي وندخل الى ذلك الخيار اوكي. سوف نكتب ران ونضغط على ذلك الخيار ران هكذا كي تنبثق علينا نافذة تحت هنا التي نكتب فيها الكودات اوكي. هذه المرة سوف نكتب بيرفيتش كما كتبتها لكم في الشاشة اوكي. سوف نحذف التي كتبنا في الاول ثم نضغط. انا اقوم بنسخ الكودات لتوفير الوقت اوكي. بيرفيتش الان سوف تنبثق لدينا نافذة اخرى فيها العديد من الملفات الغير هامة اوكي. هنا يطلب مني الصلاحية، اعطيه الصلاحية اوكي كي تنبثق لدي الشاشة التي تتوفر على العديد من الملفات الغير هامة والتي تقوم بملء مساحة الكمبيوتر. سوف نقوم ايضا بحذفها اوكي. ننتظر ان تظهر معنا النافذة فقط اوكي. هي ظهرت. الان سوف نقوم بتحديد الكل بهذا الشكل، ثم نضغط حذف. ايضا نفس الشيء، سوف يقوم بحذف جميع الملفات الغير هامة. اذا كان هناك ملف نظام هام، سوف يطلب منا ان نقوم بتجاوزه. نضغط سكيب بالانجليزي او انيوغي اذا كان لديك الكمبيوتر باللغة الفرنسية. انا لدي باللغة الانجليزية، سوف اضغط سكيب اوكي. هو يقوم بحذف الان جميع الملفات الغير هامة اوكي. هو يقوم بحذف جميع تلك الملفات. الان لدينا ملفات نظام، سوف نضغط سكيب. ربما يكون واحد او اثنين او ثلاثة او العديد من ملفات النظام، نقوم بعمل سكيب فقط كي يتجاوزها ولا يقوم بحذفها اوكي. اظن انه تمت العملية. الان سوف نقوم ايضا باغلاق هذه النافذة والرجوع ثاني لكتابة رام من جديد لإضافة الكود الثالث
اوكي بهذا الشكل. اضغط الى البحث نكتب ران ام ثلاثة كودات، انا يعني اقوم بكتابتهم لكم في الشاشة كي تكون واضحة، لان الكتابة اظن انها صغيرة، لكن اقوم انا بكتابة تلك الكودات باللون الاحمر على الشاشة كي تعرفوا اهو. اوكي الان نكتب بالمئة طمب بالمئة، هذا هو الكود الثالث في ذلك المكان. اوكي ونضغط اوكي، كان سوف اقوم بنسخه ولصقه هنا توفيرا للوقت. اوكي انسخه في هنا، احدث بريفيتش واكتب طم بالمئة طم بالمئة كما كتبت، يعني كما هي مكتوبة في الشاشة، ثم نضغط اوكي. تنبثق لدينا ايضا اللوحة او النافذة الثالثة التي تحتوي على العديد من الملفات ايضا غير هامة يجب حذفها. سوف ازيل هذا اللوحة. اوكي سوف اقوم بتحديد جميع الملفات واقوم بحذفها. نفس الشيء نحذف جميع الملفات الغير هامة، واذا كان هناك ملف نظام لا تخافوا فهو يعني تنبثق معكم شاشة مثل هذه وتضغطون سكيب اي تجاوز كي لا يتم حذف ملفات النظام. يقوم حذف فقط بحذف الملفات المؤقتة او الملفات الغير هامة التي تملأ مساحة الكمبيوتر. هو يقوم الان بمدح مسح جميع الملفات الغير هامة. هذه العملية سوف توفر لكم مساحة كبيرة، خاصة بالنسبة للناس الذين يستعملون الكمبيوتر لمدة طويلة جدا ولم يقوموا بهذه العملية ولا مرة. ها هو الآن يعني ينبثق معنا شاشة يعني لتجاوز ملف النظام. نقوم نضغط سكيب كي يحذف الملفات الغير هامة. ها هو الملف الثاني أيضا، نضغط سكيب. الملف الثالث أيضا. كلما دارت معكم هذه النافذة تضغطون سكيب او تجاوز او انيوغي باللغة الفرنسية. اوكي نقوم لان هذا الملف يعني فيه العديد من ملفات النظام، نقوم بتجاوزها كي لا يتم حذفها. اوكي وهذا ايضا، نضغط سكيب. سكيب كي نتجاوز جميع جميع الملفات المتعلقة بالنظام الكمبيوتر. الآن اكتملت هذه الطريقة. أوكي الآن سوف نمر إلى المرحلة الثانية وهي تنظيف شامل للكمبيوتر، وهذا تنظيف عبر أمر نعطيه للكمبيوتر في يعني ويقوم بتنظيف جميع ما يعني جميع الملفات الموجودة في. كي نضغط الى البحث ونكتب CMD كهكذا CMD كي يعني كي تظهر لدينا هذه الشاشة السوداء. اوكي ونقوم بالضغط بالفأرة بالايسر ونضغط زر يعني تنصيب كمسؤول للجهاز، يعني نقوم بتنصيب هذا الخيار كمسؤول للجهاز. ثم نكتب هذا الكود SFC سلاش سكان ناو، نكتبها في هذا المكان ونضغط اوكي اونتخي او ادخال باللغة العربية هكذا. نكتبها في هذا المكان الذي تظهر في هذا المؤشر يعني يتحرك. سأكتب هذا الكود هنا كما تلاحظون ما هي، ثم سأضغط اونتخي او ادخال. اوكي انا اكتبه. عندما اقوم بضغط ادخال او انتخي سوف يقوم بتنظيف اوتوماتيكي للكمبيوتر كاملا كله، يعني يقوم بتنظيف جميع ما يقوم ب يعني ملء مساحة الكمبيوتر. او الان لقد بدأ في العملية وهو يقوم يعني سوف تلاحظون انه يقوم بحسابة من 0% الى 100%. ما عليكم فقط ان تنتظروا يعني او تضع يعني تترك الكمبيوتر لوحده حتى تنتهي هذه العملية. بعدها عندما تنتهي تقوم باغلاق النافذة.
بعدها نسيت فقط أهم شيء، عندما تنتهون من كل شيء تذهبون إلى سلة المحذوفات وتقومون بإفراغها، هذا ضروري جدا كي يتم حذف جميع الأشياء التي تم حذفها سابقا. كان هذا كل شيء في هذا الفيديو، أتمنى أن ينال إعجابكم. يعني أنا أسعى دائما إلى يعني إحضار طرق وتطبيقات وأي شيء يقوم بإفادتكم. شكرا لكم جزيلا، شكرا للناس القديمة والناس الجديدة، أتمنى أن تدعموني باللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.